طبعا وصلنا مع بعضنا لأقدم مسجد في مدينة باري، واللي هو مسجد الزاوية. وطبعا احنا جانا هنا باش نعرفوا اسم المسجد القديم، من بناه، في اي سنة، اسم المنطقة اللي موجود فيها. طبعا هو المسجد هو الحالة متاعه تعتبر ضعيفة شوية. المسجد يستخدم في ساحة تستخدم للمناسبات زي الأفراح زي التعازي في مختلف المناسبات اللي في المنطقة. حوالي الفترة الزمنية اللي تكلموا عليها سكان المنطقة ماهيش بالتفصيل، لكن يقولوا أن ليه 500 سنة. احنا توا نبغوا نعرفوا السنة اللي بالضبط نبنى فيها المسجد هذا. طبعا هو في اختلاف شوية لأنه هو بنية تام بالطين، يعني ما الدليل على أنه هو عريق وتاريخ التاليد أنه مبني بالطين كله، فيبدو أنه من أوائل المساجد اللي بنت حتى في المنطقة الجنوبية مش في باري بس. المعلومة المهمة أن حتى عمليات الترميم اللي حدد في تاريخ المسجد هي عمليات ترميم كانت بالطين أو بالمواد البدائية. البسيطة يعني ما صارش فيه تغير كبير، قعد على نفس النمط اللي هو موجود به. خلي احنا تو نشوفه أحد المسؤولين في الجامعة وإمام الجامعة يعطينا تفاصيل أكثر، فخليكم معنا. ليبيا بلاد العز. ليبيا بلاد العز. تو نشوفوا في المكان هو القديم، نبغوا نعرفوا شنو قصة المكان هذا وشنو كان. طبعا المكان هو كان مسكن الشيخ اللي هو الحسيني مومن، هو اللي بنى الجامع العتيق اللي موجود داخل منطقة الزاوية في مدينة باري. طبعا هنا في 4 منازل أو 4 بيوت، وكان ساكن هو في البيت هو اللي على اليسار، وكانوا ساكنين جنب أحفاده. يعني مقسم المكان هذا، كان عدة منازل وعدة بيوت. عدة بيوت، كان 4 بيوت. طبعا نظرا لما فيش اهتمام أنا في المنطقة بالنسبة للأماكن الأثرية، واحد فكان مسقف أو السقف متاع الحوش كان بالزرب احنا نقولوا له. لكن مازال البناء أو أساس المنزل مازال قائم. لا لا مازال قائم، هو بالعوامل الجوية تنحى، اللي هو اللي كان بالسقف وبالجليد. بالضبط. أيوة. بالضبط. وهذاك المدخل الرئيسي. هذاك كان المدخل الرئيسي، ممكن كانت في حوازه التاليه او حاجه. وهذا المدخل اللي دخل على الجامع. المدخل الخلفي اللي تو موجود خلف الكاميرات هذا يدخل على الجامع. فنجي ندور دور انا نشوفوا تقسيمات داخل الحوش كيف. يلا احنا مازال نفرها انا. طبعا كيف تخش داخل الحوش، انا في حجره وهذه الباب الثاني حجره ثانيه. كانت فيه هنا زي الصالة، احنا زي ما نقول اللي بين وسط الحوش أو الصالة. حتى هي مقسمة فيها زوز حجر، وهذا كان مش المكان اللي ساكن فيه، هذا مكان واحد من أحفاده أو أولاده أو حاجة زي كذا. طبعا هو في البيت المجاور، كل دار الخصائص متاعها. ايه اكيد، في ديار حتى لتخزين الحبوب وكذا وغيرها. يا سلام. يا سلام. طبعا بالنسبة لي احنا نسمو فيه الطين هذا البني. يمتاز طبعا طين، ويخلطوا فيه شويه من الاعشاب يزيد من الشعير. نعرف انه يحافظ على الاكل يحافظ على الاكل، وبارد في الصيف ودافي في الشتاء، وهو هذا بالنسبه لي. انا اللي لاحظته زرنا عده مدن قديمه، الحجر بتاعها والممرات واسعه، الحوشة واحده. ايه واسعه. هذا واسع، حتى المساحه متوفره كبيره وبروحها زي ما تقول موجود. اعتقد ان اماكن زي هي تحتاج الى عنايه اكثر بالتاكيد. إيه. وشويه نخش داخل المسجد ونزيد نشوفه اكثر. تمام ان شاء الله. إيه. ليبيا بلاد العز. طبعا هذا الحوش الثاني، واللي لاحظناه ان احنا الحيوش كلهم
نفس التفصيلة. نفس التفصيلة. كلها نفس التفصيلة. شوارعها واسعة داخل الحوش. ممرات واسعة. وكلهم يقابلوك زوز حجر. أنا ما فهمتاش كانت ضيافة رجال أو حاجة زي كذا والله أعلم. بعدها تقابلك صالة اللي هي وسط حوش. وسط حوش. يفتحوا عليها زوز حجر. وفي دار خزين غادي وفيها المطبخ قريب من دار الخزين فهمت علي. ومن بعدها طبعا البني القديم كلها كانت جي تلاحظ ان دورات المياه والحاجات هي تكون برا الحوش برا الحوش بعيدة صح ان زمان في صرف صحي وكذا واحد فيديروا تكون خارج المنزل. ليبيا بلاد العز. احنا طبعا تو طلعنا من الحياش. المدخل هذا شنو هذا؟ هذا المدخل الرئيسي. مش عكس يفتح عكس المدخل اللي دخلنا على الجامع. باعتباره رئيسي للمنطقه هي. وكانت لاحظوا بكريك في تعدد في الحجر. في حجر واجد. هذه الطليان ايام عهد الطليان او الاستعمار الطلياني. فجبروا الناس كلها انها تطلع من وباري او من ضواحي وباري يسكنوا في مكان واحد. فجوا سكنوا كلهم جنب الشيخ واللي هو قاعد يبني في حجره ويسكن فيها. جمعوهم في مكان واحد. جمعوهم كلهم في مكان واحد. مش الناس تسكن في اماكن بعيده على بعض. موضوع امني بالنسبه لهم باش يسهل السيطره عليهم ان كانوا يقودوا في غزوات ليلا زي ما تعرفوا على الاسلحه وعلى الاسلحه وعلى المخازن كانوا. وهذه هذا الباب الرئيسي او المدخل الرئيسي. المدخل الرئيسي وهي تعتبر زي المدينه القديمه بما ان كان فيها عدد ناس هلبا ساكنين. بالضبط لكن جايه بحجم اصغر او بتفصيل اصغر. ومن غادي تو احنا اللي بنطلع من الباب الثاني ونخشوا للجامع. شوفوا المدخل اللي كان يطلع منه الشيخ. يطلع منه الشيخ ويمشي ويمشي يمشي للجامع المسجد. ليبيا بلاد العز. طبعا احنا حاليا من داخل المسجد العتيق مع امام المسجد اللي هو الشيخ مولاي شريف بويا اللي يعتبر من الناس اللي عندها معلومات وافره على المسجد هذا. شيخ تونا بوك تعطينا حوصله كامله على المسجد بناء تاسيسه طريقه تصميمه. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا المسجد اسمه مسجد الزاويه نسبه إلى الحي اللي تم إنشاءه في باري في المنطقة الغربية اسم زاوية الشيخ الحسين فيسمى حد الآن اللي هو زاوية مسجد الحسيني ابن مؤمن. طبعا حسب ما أسس في تلك الفترة في 1262 هجري 1262 هجري على أصح الرواية اللي موجودة وكانت فيه نقوش أيضا على المأذنة هانت كانت موجودة بنفس الكيفية. قاعدة واضحة منها شوية. في منها موجودة. خلال عملية التزويق اختفت البعض منهم يعني. طبعاً فيها الأسماء والآيات القرآنية وتاريخ التأسيس وبالإضافة للناس اللي قاموا ببنائه وإنشائه. فهذا الشيخ طبعاً جاء في الفترة هذه وأسس أيضاً مسجد سابق في منطقة غات كان يسمى بنفس الاسم نعم. انتقل لباري وأسس هذا المسجد. فهذا الحد الآن بالنسبة لوقوعه يعتبر من أبقى وأقدم مسجد باقي على شكله. أما في باري هناك مسجد قديم لكنه أزيل يعني في أقدم من هذا يعني ممكن في حدود 180 سنة أو أكثر قليلا هذا الحد. من ناحية التصميم متاعها أكيد التصميم متاعها ينسب لبلاد معينة أو هو هذا الطراز اللي في الفترة هذيك كلها كان نفسه خصوصا زي ما قلنا الشيخ اللي أسس النقا كان جاي من غات. وغات لها تأثير أيضا في غدامس يعني نفس الطراز لو شفتوا أنتم في غدامس في غات وفي المسجد اللي موجود هذا كان خط تجارة فربما نقول إحنا يعني نقول إحنا المغربي أو السوسي أو الطراز التونسي في تلك الفترة يعني. والمسجد عبارة عن المسجد الأقواس أيضا قرب الأحصنة كل حصن طبعا يعني قراب الأرض في مسافة تقريبا 260 أو 270 فهذا اللي كان مؤسسة الآن البقايا كلها في تغييرات إلا هذه القبة عن الموجودة كما هي واضح. بالنسبة للصلوات والصلاة الجمعة تقام في المسجد نعم من تأسيسه حتى الآن صلاة الجمعة لا زالت موجودة
ولا زال احفاد اللي هو الشيخ هم المتولين ايضا امامته الى حد الان. الشيخ نبغى تذكر لنا بعض الاسماء اللي ما زالت تتذكرها كانت امه وتخطى في الجامعه. طبعا بالنسبه لي انا ربما ادركت اخ طبعا امام الاوقات استاذ خليه استاذ تفضل استاذ حسين. طبعا هذا الامام الاوقات اللي موجود ايضا هو حفيد الشيخ المؤسس الزاويه هذا. الامام انس تجدي ابن عبد الرحمن وكان والده ايضا تاج الدين اللي هو والد اسمه كان امام قبل ايضا عبد الرحمن واخوته كلهم كانوا لا ائمه يعني تلك الفتره. هي نفسها من العائله نفسها يعني تسلسل. نعم 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 تمام بارك الله فيك. ايوه هذه بالنسبه لي تاسيسها. طبعا لا زالت كانت الصاله الاولى كانت ميقات لصلوات العيد كان عدد بسيط جدا اللي وتم اللي هو بناها او نقول عسياء البناء عليها كانت مصلى للعيد وهذا المحراب بالنسبة للمسجد. طبعا في تلك لما تؤسس كان العدد حي قليل جدا يعني ما هوش الكثافة الآن أصبحت فيها امتداد وزيادة وغيرها. وكذلك أسست فيه مكتبة قديمة موجودة خارج طبعا حاليا المسجد فيها أمهات الكتب اللي موجودة في الفقه أو غير الفقه يعني في التفسير أو القرآن كانت كلها أغلبيتها كانت قديمة جدا داخل المسجد هذا. ليبيا بلاد العز. طبعا مكانها كانت في نفس محراب اللي هو جنب المحراب اللي هو في اسمه الامام عندما يقوم عن منبر الجزء بتاعها اللي فوق كان فوق السطح يعني فكان يؤشر للمؤذن الجمعه الاعلى كانت تؤذن فيه ثلاث اذانات عندما ياتي الامام يحرك هذه ف المؤذن يقوم بالأذان لأن يعني لديها مكانها اللي هو جنب الوحدة. ما يتعلق طبعا المأذنة هذه الآن الوحيدة اللي قاعد على طراز الأول لكنها بدأت فيها التآكل اللي هو في المصعد متاعها لأنها تقول بالأتل وبدأ يتآكل يعني هذه المأذنة. ايه شوف تو بالنسبة لطريقة التكوين بتاعها السابق هذه تو حاليا اللي تحت اصبحت يعني شبه منهارة نتيجة التآكل بتاعها لفوق فكانت طبعا حتى ايام اللي يقال انه ايام الغزو كده كانوا ينظروا في اي حاجة داخل زي حرام. هذه بالنسبة الأرضية بسم الله هذا سطح المسجد طبعا تم تغيير السطح باعتبار غير نفيس تدريجيا كانت اللبنة الأولى اللي هو عن طريق الـ 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 المواد الأولى اللي هي عبارة عن عودان الأتل كذلك جذوع النخل هذه كان اللي هو السقف حسب الموجود لكن الآن تم تغييره المنظر اللي موجود قدامك طبعا لو تستطيع أن تأخذ هذه هي الزاوية اللي كانت هنا كانت عائلات تسكن في هذه المنطقة الوحيد اللي هو الصحن اللي موجود كما هو بعد التغيرات اللي هو اسمها هذا الموجود قدامكم لو نستطيع أن نتنبش نشوله الجزء هذا اللي الصحن المحراب اللي كنا تحت عنده هذا الوحيد قاعد كما هو بدنا نحافظه عليه هذه القبة أيوة قبة المحراب زي ما هي ما تمش فيها أي تغير يعني. ليبيا بلاد العز. احنا حاليا في واحدة من معالم مدينة دوباري وبالتحديد في وسط البلاد طبعا هي القلعة القديمة اللي أسسها الطليان هنا في دوباري نبغى نخش ونستكشفها مع بعضنا ونعطوكم بعض المعلومات من أهل المنطقة وسكان المنطقة باش توصل معلومة أكثر وضوح خلوكم معنا يلا.
طبعا احنا في قلعة أوباري، هذه هي قلعة أوباري، قلعة أسسها الطليان في الحقبة متاعهم 1911، وكانت معسكر فهمت علي للطليان. وزي ما تلاحظوا في كل منطقة كانت في قلعة موجودة، قلعة في سبها أوباري وموجودة قلعة غات، فاللي تتوسطهم كانت أوباري، وكانت أخطأ من أنها معسكر ليهم. كانت فيه حتى قبو لوطة اللي هو سجن كان مخصصين للمجاهدين، في المجاهدين في المنطقة أوباري والمناطق. أنا عندي معلومة أن هم كانت سجن زي السجن تحويلي، يقعد فترة هنا وبعدين يمشوا به ليل السجون الكبرى في المنطقة الغربية فوق بالضبط الساحل. بالضبط كانوا حتى السجناء بين غات يجيبوا فيهم هنا، كانت في حلقة، كان في خط ما بين غات وغدامس، كانوا في مساجين يرفعوهم غادي وفي مساجين يجيبوا فيهم هنا، بعد يتحولوا إلى قلعة سبا ومن بعد يتحولوا المناطق اللي فوق. ليبيا بلاد العز. طبعا هذه واحدة من أماكن الاستطلاع. إيه واحدة من أماكن الاستطلاع العسكرية. طبعا فيها أكثر من جناح، ومن هنا تقدر تشوف أوباري بالكامل. فهمت علي؟ من المكان اللي أنت تو قاعد فيه تبان عليك أوباري بالكامل. وهذه قبة طبعا بتاع الطعام، هذه بالنسبة لي يولعوا في حطيباتهم ولا مدخنة. وهذه زي ما باين عليكم توا هيك، هذه القلعة من فوق. ايه. أو تقدر تقول السطح متاع القلعة. ليبيا بلاد العز. طبعا احنا واقفين حاليا في القلعة، وفي المكان اللي احنا موجودين فيه حاليا تبان هالبحاجات من هنا لمدينة أوباري، من ضمنها الجبل في أحد المساجد طبعا ورانا في الديوان الرياسي. شو اسم الشارع هذا؟ هذا الشارع الرئيسي متاع أوباري. طبعا احنا واقفين في المثلث. هذا المثلث الطريقة هي ترفعك لغات وتكمل طول دخلك في وسط البلاد، اللي هي مدينة الزاوية اللي كان فيها الجامع العتيق، وانت تو حاليا قاعد في السنتر زي ما تقول. وهذا الشارع يرفع للجبل، لان طبعا حركة محسوبة هنا، لان احنا تو حاليا حركة محسوبة لكن اخرى لي احد نطيح حاليا تو موجودين في اكثر مكان متضرر من القلعة. ليبيا بلاد العز. طبعا من خلال زيارتنا لمدينة أوباري جانا لنديروا شوية كي نغطوا الجانب الرياضي اللي هو نادي الوفاء. بالنسبة لنادي الوفاء هذا تأسس عام 1966، قديم لمدة صار. لمدة اللي هو نادي الوفاء الرياضي الثقافي الاجتماعي، وعنده نشاطات طبعا بالنسبة لكرة القدم. لو احنا نلعبوا في الدوري الدرجة الثانية، وفي موسم 2019-2020 قدام الجزيرة سبها لعبنا مباراة نهائية اللي هي في غريان، مباراة الصعود نهائية في غريان، يعني لكن توج الفريق بدوري الدرجة الثانية. دوري الدرجة الثانية المفروض ندخلوا الدرجة الأولى، لكن وقتها ما نعرفش كان فيه قانون أو تصفيات صعود، لازم نضم مجموعة واحدة. لكن هذيك جت في 2020-2019 بس. ومن فترة فاتت الموسم هو اللي فات لعبنا قدام المهاري غات مباراة نهائية في سبها، وهم توجوا يعني صعدوا للدرجة الأولى وما زال مستمر. طبعا بالنسبه للفئات في فئات كبار واواسط وصغار، خبهم يلعبوا ولا لا ما نعرفش، لك الاواسط. لكن عند النادي تو زي ما شبحنا ان عنده منشاه جيده، ملعب ومدرجات وفي حجر طبعا تغيير ملابس اللي تحت نحن تحت المدرجات، وفي عنده لعبنا كره يد تصفيات الاتحاد العام لكره اليد، وانا كنت واحد من اللاعبين قبل ما ندخل كره اليد كنت نلعب في كره التنس. لعبنا وكان تصنيفي 16. انت مداير زلي ما مشاش في هذه يمشي في هذيك. بالضبط. لكن ميولي للتنس اكثر، ومازال فيه العاب قوه، توجوا بميداليه ذهبيه في الجزائر بطولة الجزائر، عندي معلومه بها. بالضبط. وفي كره سله ما استمرتش هلبه،
لكن ما زال قاعدين يلعبوا فيها. وهذه بمختصر يعني لو كان نجول التفاصيل اكثر اكيد. ايه وزي ما تعرف يلعبوا فيه تصفيات في النادي يعني واحد من الانديه اللي محسوبه يعني. والملعب انا المعلومه اللي عندي ان الملعب يلعبوا فيه مثلا زي ما تقول مثلا بيلعبوا نادي المهاري ونادي الشراره يجوا هنا لوبار يلعبوا فما تاع الملعب هذا بالضبط يعني ملعب محايد في المنطقه الجنوبيه. ايه محايد ومن ضمن الملاعب اللي معتمده في الدوري معتمده في اتحاد لاعب كره القدم نظر المواصفات او دنيته وكانوا في حتى تصفيات لالعاب القوه.